أخبار اليوم. إحنا البروتوكول ده ابتدأت التعاون المستمر بين وزارة السياحة وبين دار أخبار اليوم في تنظيم هذه البطولة. دي البطولة رقم 11 إن شاء الله. التعاون مع وزارة السياحة مستمر في مجالات مختلفة وفي مؤتمرات وفعاليات بتنظم أخبار اليوم، كان آخرها مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. احنا عندنا إن شاء الله اتفقنا على التعاون في مؤتمر صناعة الإبداع اللي هيعقد في النصف الثاني من نوفمبر المقبل في الاحتفال بعيدنا 70. دور أخبار اليوم، احنا ما بنبتديش دور أخبار اليوم، دور أخبار اليوم بادي من 70 سنة لدين الأستاذ مصطفى أمين وعلي أمين. دور أخبار اليوم بيتخطى مسألة التوعية والتنوير والإعلام إلى المشاركة المجتمعية والدور الاجتماعي في رعاية المهمشين والفقراء والحالات الإنسانية الصعبة سواء في العلاج أو غيره، من خلال أسبوع الشفاء لبنت القادر وصندوق الكوارث. هنعلن إن شاء الله في احتفال أخبار اليوم بعدها 70 عام حزمة من الإجراءات اللي بتعبر عن دور أخبار اليوم كرمز لصحافة الشعب من خلال رعاية قرية فقيرة. ترويج للسياحة، دور أخبار اليوم ترويج للسياحة، دور أخبار اليوم في ترويج للسياحة الحقيقة مش أو الشخصية القومية مش بيقتصر ان احنا بنروج للسياحه، احنا بنقدم الحقيقه في نفس الوقت بنجابه الفساد، بنجابه الانحراف، بنشجع على استقرار الامن. ده كله بينعكس على السياحه، انما الترويج الحقيقي للسياحه هو دور وزاره السياحه من خلال مخاطبه الاعلام الغربي، من خلال مخاطبه المجتمعات الغربيه، لان احنا مش بنروج للسياحة بين المصريين الصحف المتصدر في مصر، احنا عايزين الترويج يكون للأجانب اللي في مصر، ومصر بالنسبة لهم مقصد سياحي جذاب. لما احنا بنتكلم على أي مشاكل موجودة بنعرضها، مشاكل قطاع السياحة بنساهم في تسليلها، ده بيؤدي في النهاية لتحسين البيئة الجاذبة للسياحة في مصر، فده بيؤدي لجذب السياحين. لما بنتكلم على أي مظاهر للانحراف او السلوك اللي لا يتفق مع طبيعه المصريين، فمكافحه هذا السلوك يؤدي لتحسين البيئه الجاذبه للسياحه في مصر. يعني انما احنا دورنا مستمر مش مع السياحه بس، مستمر في التنميه، مستمر في تحسين حياه المصريين، مستمر في التوعيه والتغيير، وده دور اخبار اليوم. سعيد جدا بنشاط اخبار اليوم في المجال دوت، لانه الاعلام برضو مفروض ما يقتصرش فقط على الجانب الاعلامي المهني فقط، انما مشاركه الاعلام بادخال الاعلام مع فعاليه فنيه، فعاليه رياضيه، كل ده بيخدم في النهايه السياحه، لانه السياحه ماهاش منتج فقط يقتصر على المزارات او الشواطئ، لكنه في النهايه كل انواع الانشطه الاخرى ممكن تصب بشكل او باخر في دعم هذا الملف. انا سعيد وبدعو للمؤسسه بكل التوفيق، وان شاء الله سواء مؤسسه اخبار اليوم او اي مؤسسات اخرى اعلاميه عندها افكار مثل هذه الافكار، احنا في قطاع السياحه بنرحب ان احنا نقف وندعم ونشتغل مع كل من له فكر يساعدنا على زيادة الحركة السياحية وبالتالي دعم الاقتصاد الباطن.